تعكف لجنة حكومية حاليا على درس أوضاع ما يقارب 600,000 برماوي يعيشون في السعودية منذ عقود طويلة. إذ يشكلون كله منك يا حسين، أنت إذا صرت الكاميرامان اللي قدامي ما علينا. طبعا البرماويين يشكلون ما نسبته 25% من سكان مكة المكرمة، الأمر الذي يستدعي الوقوف على أزمتهم المتمثلة في منحهم المزيد من الخدمات والرعاية على المستويات كافة، خصوصا أن 70% من الجالية ولدوا في المملكة. فمن هم البرماويين وما هي أزمتهم وما أبرز مطالبهم طبعا، وما هي الحلول لتصحيح أوضاعهم في البلاد؟ طبعا نتحدث عن قضية من عهد الملك فيصل وهي موجودة، نتكلم عن هذا الملف المؤجل على مر السنوات، راح نناقشه إنسانيا وقانونيا، لكن بعد هذا التقرير مع محمد الحبيب. ستمائة ألف برماوي في السعودية ينتظرون حلا قريبا بعد أن أصبحوا من ضمن هذا البلد منذ أكثر من 40 عاما مضت، إذ بلغت نسبة المولودين منهم في السعودية 70% لتشكل 25% من سكان العاصمة المقدسة. هنا يلعبون وهنا يعيضون الدروس الدينية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله. وهنا يقطنون لتكون عاداتهم شبيهة تماما بعادات أهالي المنطقة، ولكن بمشاكل عديدة بسبب الإقامة والإثباتات. الحمد لله، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر الجزيل لولاة أمور هذه البلاد لتحت الفرصة لقيام بهذه الأمور بتوعية الجالية، أبناء الجالية البرماوية. تتزايد مشاكل مئات الآلاف البرماويين المقيمين في مكة معضلة وتحديا اجتماعيا وأمنيا نتيجة عدم حسم مصيرهم بترحيلهم إلى بلدهم أو إيجاد معالجة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تضمن التقليل من المشكلات الناجمة عن حصولهم على حق الإقامة الدائمة في الأراضي السعودية، نتيجة للجوئهم إليها خشية الاضطهاد الديني في بلدهم الأم بورما. وأبرز النقاط استيلائهم على الأراضي البيضاء في سفوح الجبال والبناء عليها، ما تسبب في نشوء أحياء عشوائية تضمهم في قلب مكة المكرمة ومرتعا خصبا للجريمة، وذلك بعد اختلاط عدد من الجنسيات من بنغلاديش وغيرها على أنهم برماويين، مما يساعد على تكاثر الجريمة بينهم وازدياد سوء حالتهم من الناحية الأمنية.